بالله من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الحكم بين الناس بالعدل يضل صاحبه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله العدل هو اصابه الحق اصابه الصواب وضع الامر في موضعه وليس العدل هو المساواه كما يتوهمه كثيرا من الناس اذ لا تكون المساواه على الدوام هي العدل فاذا وجد الفرق بين احد الطرفين فليس هناك عدلا في ان يساوى بينهما ولكل مقام مقال ولكل حاله حكم يحكم فيها به فالعدل هو وضع الامور في موضعها التي احبها الله سبحانه وتعالى تحت ظلال هذه الصفه الكريمه من الصفات الموجبه للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى نأخذ هذا النموذج الناصع البارز الظاهر الطاهر الشريف من النماذج الحسنة التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية ألا وهو الإمام العادل نور الدين زنكي. هو الإمام العادل الفاضل الذي ظهرت مظاهر العدل في حياته أيما ظهور وأشرقت ايما اشراق. ولد الامام العادل نور الدين زنكي في سنه وخمسمئة من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابوه اميرا، وكان صالحا، وكان برا تقيا، وكان يضع الامور في مواضعها، ثم جاء من بعده هذا الابن الصالح الخليفه العادل الذي آلت اليه الامور وتربع على كرسي الاماره مبتغيا بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. ومنذ ان تولى هذه المهمه العظيمه وهو يسعى في اصلاح احوال المسلمين ربط الجسور، اصلح الطرق، بنى المدارس منع ما كان يؤخذ من غرامات او من اتاوات على خلق الله سبحانه وتعالى كان شديد الحرص على اقامه شريعه الله جل وعلا فلا يسمح قط ولا يتساهل بمعصيه الله تعالى من شرب خمر او فجور تحصل في دولته او في مملكته لانه امام عدل حقا. كان رضي الله عنه وارضاه يهمه شان المسلمين واصلاح حالهم واصلاح شانهم. رضي الله عنه فقد كان مهتما بامر بلاده وامر مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الحجاج والمعتمرين والمسلمين في كل مكان، فقد كان كثير العنايه بالمدينه المنوره المشرفه المكرمه المعظمه اكمل بناء سورها واستخرج العين التي قد كانت اندثرت وغارت في جبل احد رضي الله عنه وارضاه. كان من شده حرصه على اصلاح احوال المسلمين ينشر في كل طريق من طرق المسلمين وفي كل مكان من اماكنهم الحصون والقلاع. التي يشحنها بالجنود لكي يحفظوا على الناس ذمارهم واعراضهم خصوصا في المناطق التي تكون قريبه من ارض الاعداء فكانوا يستخدموا الجنود حيله لتنبيه العوام ان هناك خطر من العدو او ان الاعداء حاولوا الدخول الى اراضيهم ينشرون الطيور في السماء فاذا راى الناس الطيور تحصنوا وحفظوا اموالهم فلم يصل منهم العدو الى شيء كان وقد قارب أخذ مصر مرة أخرى إلى أيدي الكفار استنقذها رضي الله عنه وأرضاه وأخذها وأعادها إلى حوزة الإسلام وإلى دولة العدل والصلاح. أوقف كثيرا من الأوقاف كتبا، مساجدا، مصاحف، مستشفيات كان يوفر الأطباء للناس والأدوية والعلاجات رحمه الله تعالى وأعلى له درجاته. سمع يوما من الأيام أن أحد أمرائه المقربين منه له أتباع وله حاشية يظلمون الناس في أمورهم فلم يعجبه هذا ولم يرق له هذا فبنى دارا أسماها دار العدل كان يخرج لها في الأسبوع مرتين يجلس فيها ويحضر عن يمينه وعن شماله فقهاء المذاهب والعلماء والصلحاء والقضاة ثم لا يجعل بينه وبين الناس حاجبا من أراد أن يدخل فليتفضل فيذكرون مظالمهم لهذا الامير. فلما ان فتح دار العدل وبناها وجلس فيها كان ينتظر ان ياتي الناس يشتكون على الامير الذي هو مقرب منه وعلى اتباع الامير الذي هو مقرب منه. فلما انفتح دار لم ياتي احد. فسال ما القصه؟ قالوا له انه منذ ان فتحت دار العدل هذه سمع هذا الامير بفتحك لدار العدل وبنائك لها فجمع رعاياه فقال اني علمت ان مولانا نور الدين سيفتح دارا للعدل ولا اظنه سيفتحها الا بسببي انا والا لاجلي انا فلا تجعلن مظلمه تبقى عندكم لاحد ولا تبقى في رقابكم لاحد الا لا يدعوني الى دار المظلمه بسببكم فان كان لكم مظلمه عند احد فردوا المظالم الى اصحابها أو أرضوهم بما شئتم ولو بجميع ما عندي وجميع مالي ولا تجعلوني أظهر بمظهر الظلم فلم يأتي أحد من من ظلموا لأنهم قد أرضوا وقد عادت لهم حقوقهم فلما شرح له هذا وبين له الأمر سجد لله شاكرا وقال الحمد لله أن أمراءنا يصلحون أحوالهم بأنفسهم يصلحون أحوالهم بأنفسهم كان رضي الله عنه وارضاه شديد الورع والاحتياط فيما ياخذ فيما يقتات فلا ياكل الا مما يستحق اصلا، جمع العلماء ليسالهم ماذا يحل لي من بيت مال المسلمين؟ فافتوه بما يحل له فلم يتجاوزه ابدا، فيوما من الايام اشتكت اليه زوجته ان النفقه قليله وان ما يعطيها من المال لا يكفيها، تخيل امير الناس زوجته تعاني من قله المال. تعاني من قلة النفقة فلما أن وصلته الشكوى قال ماذا أصنع بها وماذا أعمل بهذه المرأة أدخل النار بسببها لا والله لا اخذ شيئا من مال المسلمين ولا من حق المسلمين بسببها انما هذا المال استامننيه ربي لكي انقذ به العاري والعاني وارد به المظلوم وادافع به عن دوله الاسلام وارد به ظلم الظالم واصون به حوزه الدين واعراض المسلمين ودماءهم واموالهم ان لي ببلدي حمص دكاكين ورثتها من ابي الا فلتاخذها لها ولا تطالبني بشيء بعد ذلك وقد كان تدر قليلا من المال رضي الله عنه وارضاه معظما للعلم والعلماء مجلا لقدرهم بنى في دمشق دار الحديث خصيصا للامام ابن عساكر رضي الله عنه وارضاه. كان يوما من الايام يسير مع اصحابه اول النهار فكانت الشمس من خلفهم وظلالهم امامهم. ثم عندما زالت الشمس صار ظلالهم من خلفهم، شمس من امامهم، فصار يجري على فرسه ويتلفت، فقال لمن حواليه: اتدري لما التفت؟ قال: لا، قال: اني رايت هذا الظل يتبعني كلما سرت، فاني مثلته بالدنيا من طلبها هربت منه، ومن هرب منها طلبته وجاءت من خلفه، رضي الله عنه وارضاه، ما زال عادلا، ما زال صالحا، ما زال معظما لشريعه الله تعالى، بنى المنبر وهو اليوم موجود في المسجد الاقصى الى يومنا هذا من اثار هذا الامام العادل، كان يقول في كلامه: اني استحي من الله ان اتبسم ولا زال المسلمون يحاصرهم الفرنج، يعني في بيت المقدس، توفي عليه رحمه الله في سنه 69 و500 من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله اماما عادلا.